السلام عليكم ورحمة الله أخواني مشاهدي ومتابعي قناة أبو يوسف تكنو. اليوم عندنا فيديو مراجعة لشاشة TCL B615، فخليكم معنا بهذا الفيديو. حياكم الله معنا. هذه الشاشة TCL هي إحدى موديلات شاشات TCL لسنة 2020، وهي تعتبر شاشة أقل فئة من شاشات الفئة العادية كمواصفات كدقة 4K. اللي أقل منها هي TCL S6500 أو TCL S65، وهي بدقة Full HD. البي 615 بدقة 4K، لأعلى منها اللي هو شاشة TCL B715 تفرق عنها في بعض الميزات البسيطة، واللي طبعا أهمها ميزة الفار فيلد فويس كنترول أو التحكم الصوتي بعيد المدى. كالعادة أول شيء بنتكلم عنه هو الشكل الخارجي للشاشة. هذا شكل مختلف تماما عن البي 615، بحيث انه TCL عادت الاشكال الكلاسيكيه والشكل البسيط مع الحواف البلاستيكيه. الهدف منها انه قدر الامكان تقليل سعر هذا المنتج، وهو هذا فعلا الموجود بهذا الموديل. موديل بي 615 يعتبر شاشه من الفئه العاديه، وبالتالي ما يقدم لك كثير جدا من المواصفات، لكن ايضا بنفس الوقت يقدم لك صوره جيده وصوت جيد، والاهم انه شاشه بنظام اندرويد رسمي مدعوم من جوجل، ايضا مع دقة 4K مع ال HDR مع 60 هرتز او 60 فريم. لذلك مقابل السعر ومقابل القيمة هتقدم لك مواصفات جيدة. لذلك الشكل يعتبر شكل جدا بسيط مع مساند على اليمين وعلى اليسار، وايضا بامكان تثبيت الشاشة في الحائط. ايضا انه شركة TCL قدمت كثير من الخيارات من ناحية الحجم لهذا الموديل، فهذا الشاشة تتراوح مع احجام من 43، 50، 55، 65، 70 و75 بوصة، وبالتالي تقدم لك تشكيلة كبيرة من الأحجام بسبب أنه تقدم لك أيضا سعر مناسب. أيضا إحنا حنذكر إن شاء الله الأسعار لهذه الشاشات حسب موقع شركة TCL العراق في نهاية الفيديو. هذه الشاشة من شاشات TCL LED، وتستخدم ونوع البانل المستخدم فيها هو VA، وتستخدم إضاءة خلفية باكلت. الآن حبايبي حنتكلم عن ميزات هذه الشاشة. الميزة الأولى في هذه الشاشة أنها شاشة 4K Ultra HD، أنه تقدم لك دقة 4K حقيقية 3840 في 2160 بكسل. الشاشة تدعم تقنية الـ HDR، وبالتالي تقدم لك أكثر من مليار لون، أي 10 بت. ايضا هذه الشاشه تاتي مع تقنيه الدايناميك كولر انهانسمنت، وهي تقنيه جديده من شركه TCL متخصصه في معالجه الالوان ومعالجه التباين اللوني، وبالتالي معالجه الصوره لاعطاء افضل تباين لوني لتفاصيل الصوره. ايضا هذا الموديل ياتي مع الذكاء الصناعي او محرك IPQ اللي يقوم بمعالجه الصوره وزيادة الوضوح والتباين والدقة، يقوم بزيادة دقة الصورة إذا كانت دقتها أقل من 4K، وأيضا بمعالجة جميع تفاصيل الصورة، وبالتالي يقدم صورة ذات وضوح عالي وألوان زاهية، والأهم من هذا معالجة جميع تفاصيل الصورة. أيضا هذه الشاشة تدعم 60 هرتز أو 60 فريم، وبالتالي هي مناسبة للألعاب. أما الريسبونس تايم لهذه الشاشة فهو فقط 6 أجزاء من الثانية أو 6 ملي سكند. لمحبي الألعاب 6 أجزاء من الثانية رقم جدا جدا ممتاز. الشاشة تدعم تقنية المايكرو ديمينج، وبالتالي تقسيم الصورة إلى مربعات تقوم بمعالجتها بشكل منفصل، بحيث أنه قدر الإمكان تحاول تحسن الصورة والفروقات بين المناطق المظلمة والمناطق المضيئة. طبعا تقنية المايكرو ديمينج تختلف عن تقنية اللوكال ديمينج، فالمايكرو ديمينج هي معالجة تقنية للصورة. ايضا الشاشة تعمل بنظام اندرويد التاسع واندرويد باي الرسمي المدعوم من شركة جوجل ومن شركة TCL بالتحديثات وبالبرامج، وبالتالي بامكانك تثبيت الاف البرامج على هذه الشاشة سواء الالعاب او التطبيقات ومنها سينمانا وشاهد وغيرها من البرامج. ايضا الصوت في هذه الشاشة يعتبر جيد لانه معزز بتقنية الدولبي اوديو، وبالتالي يعطيك وضوح جيد للصوت. ايضا الشاشة تأتي مع مساعد جوجل اسيستنت ويدعم اللغة العربية، وايضا مع مساعد اليكسا، فاذا كنت تحب تستخدم مساعد جوجل بامكانك استخدامه، هو اصلا الاساسي في النظام. اما بالنسبة للبعض اللي عندهم مساعد اليكسا او اجهزة امازون، بامكانهم ايضا استخدام مساعد اليكسا المثبت اساسا في الشاشة، وبالتالي مساعد جوجل راح يسهل لك كثير جدا من الاوامر، منها استخدام اليوتيوب والتحكم بالشاشة وغيرها، وايضا في القناة فيديو عن كيفية ضبط اعدادات واستخدام مساعد جوجل بامكانكم مشاهدته
سيكون الرابط في صندوق الوصف. ايضا هذه الشاشه كما موديلات العام السابق تاتي مع الذكاء الصناعي للتحكم بالاجهزه الذكيه في المنزل مثل اجهزه التبريد والثلاجات والغسالات وغيرها التي تدعم الذكاء الصناعي والتي يمكن توصيلها عن طريق الواي فاي، وبالتالي بامكانك التحكم بكل جهاز ذكي بالمنزل عن طريق الشاشه فقط باستخدام مساعد جوجل. ايضا الشاشه فيها متجر جوجل بلاي الخاص بالشاشات نظام اندرويد، وبالتالي من اين التطبيقات الخاصه بالشاشات، وايضا بامكانك تثبيت التطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي، سواء بامكانك تثبيت متاجر اخرى منها متجر ابتويد او حتى بارسال البرامج من الموبايل او الجوال الى الشاشه. اغلب برامج الموبايل او الجوال تعمل بشكل طبيعي ويمكن تثبيتها على الشاشه لانها نظام اندرويد رسمي مدعوم من جوجل. في صندوق الوصف كيفيه ارسال وتثبيت التطبيقات على الشاشات نظام اندرويد، وايضا كيفية تثبيت متجر أبتويد. بإمكانكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات للمزيد من المعلومات وأيضا اتباع الخطوات. الشاشة مدعومة بشكل رسمي من تطبيق نتفليكس، وبالتالي بإمكانك مشاهدة آلاف الأفلام بتقنية الـ HDR بشكل رسمي. أيضا الشاشة مدعومة بشكل رسمي من تطبيق شاهد، إنه بإمكانك تثبيت تطبيق شاهد بشكل رسمي على الشاشة، سواء لو كنت مفعل شاهد بلس أو بدون شاهد بلس، بإمكانك أيضا الاستمتاع بشاهد رسميا المصمم خصيصا للشاشات الذكية نظام اندرويد. ايضا الشاشة تدعم وضع الرياضة او السبورت مود، عند مشاهدة اي مباريات رياضية خاصة مباراة كرة القدم بامكانك تفعيل هذا الوضع، لان الذكاء الصناعي في الشاشة سوف يقوم بمعالجة الصورة بشكل مخصص للمباريات الرياضية وخاصة مباراة كرة القدم. ولتفعيل وضع الرياضة يكون تفعيله من النظام، ايضا في صندوق الوصف رابط فيديو لشرح عام للقوائم في توضيح لكيفية تفعيل وضع الرياضة. ايضا لمحبي الالعاب، هذه الشاشة ايضا فيها وضع الالعاب او الجيم مود، عند تفعيل هذا الوضع راح يكون الانبوت لاج او الريسبونس تايم في هذه الشاشة هو 6 اجزاء من الثانية، نعم 6 ملي سكند فقط، وبالتالي سرعة استجابة عالية. ايضا الشاشة تدعم تقنية الكروم كاست او الجوجل كاست، واللي من خلالها ممكن تبث او تعرض محتوى الموبايل او شاشة الموبايل بشكل كامل على الشاشة الكبيرة، طبعا اذا كان الموبايل او الجوال يدعم هذه التقنية. ايضا في صندوق الوصف رابط فيديو شرح لكيفية تفعيل هذه الخاصية وكيفية عرض الموبايل على الشاشة. اما بالنسبة لمحبي الايفون فايضا بامكانكم تثبيت عشرات التطبيقات اللي ممكن من خلالها عرض شاشة الايفون بشكل مباشر على الشاشة او اجهزة الايباد مباشرة على الشاشة. ايضا الشاشة تدعم البلوتوث وتدعم الواي فاي، بامكانك توصيل الشاشة مباشرة بالانترنت عن طريق الواي فاي. ايضا الشاشة تأتي مع بلوتوث، بامكانك من خلال هذا البلوتوث توصيل السماعات البلوتوث واجهزة التحكم البلوتوث مثل كنترول التحكم او جوستيكات التحكم مثل جوستيك بلاي ستيشن او حتى جوستيك الالعاب الخاص بالموبايل، وبالتالي بامكانك تثبيت الالعاب الموجودة في متجر جوجل بلاي الخاصة بالعاب الشاشة او حتى العاب الموبايل، وايضا بامكانك لعب باستخدام هذه اليدات او الجويستيك. ايضا في صندوق الوصف رابط فيديو كيفية توصيل السماعات واجهزة التحكم والجويستيك او اذرع التحكم بالشاشة وتفعيلها، بامكانكم مشاهدته واتباع الخطوات فيه. الذاكرة الداخلية للشاشة هي 16 جيجا بايت، متوفر منها حوالي 11 جيجا بايت مع امكانية زيادة الذاكرة الداخلية للشاشة عن طريق الفلاش ميموري او هارد ديسك خارجي بكل سهولة. اما الذاكرة العشوائية للشاشة فهي 2 جيجا بايت. المعالج الخاص بالشاشة معالج رباعي، اما كرت الشاشة الخاص فيها فهو معالج ثلاثي الانوية، وبالتالي في الالعاب حيقدم لك اداء جدا ممتاز، اذا خاصة اذا كنت حاب تستخدم الالعاب الموجودة في متجر جوجل بلاي وتثبيتها على الشاشة. الاضاءة في هذه الشاشة هي 300 نتس، وبالتالي تعتبر رقم جيد مقارنة بموديلات اخرى بنفس السعر. اما مستوى التباين في هذه الشاشة فهو 5000 على 1، وهو يعتبر رقم جيد جدا بالنسبة لشاشة من الفئة العادية، وبالتالي يعطيك صورة واضحة وتباين صوري عالي. الشاشة تأتي مع 3 مداخل HDMI، أيضا تأتي مع مداخل USB عدد 2 مع مدخل لسماعة الرأس، مدخل لقنوات الكيبل أو القنوات الهوائي أو الأريال، وأيضا مع مخرج للنظام المنزلي المسرحي أو الأوبتيكال. أما بالنسبة للنقاط السلبية لهذه الشاشة فهناك نقطة سلبية واحدة، اللي هي مسألة تقنية الـ MEMC، أحدى تقنيات تعزيز الحركة اللي تمنين أنه تكون موجودة في هذا الموديل، وبالتالي حتساهم في صورة متحركة أكثر انسيابية وأكثر واقعية، فهذه تعتبر النقطة السلبية الوحيدة لهذه الشاشة بالنسبة لفئتها وبالنسبة للسعر. أما بالنسبة كتقييم لهذه الشاشة مقارنة بالمواصفات ومقارنة بالسعر، فهذه الشاشة تستحق تقييم 8 من 10، لأنه تقدم لك ميزات كثيرة جيدة. أولا أنه نظام أندرويد، وتقدم لك أيضا دقة 4K مع HDR مع 60 فريم،
300 نتس يعتبر سطوع جيد لهذه الشاشة أيضا مع تباين 5000 على 1، وبالتالي مواصفات جيدة مقارنة بسعر. ذلك هذا التقييم تستحق هذه الشاشة. لذلك إذا كنت حاب تشتري شاشة رخيصة ومواصفات جيدة والأهم أنها تكون نظام أندرويد ومن شركة معروفة، فالبي 615 خيار جيد يستحق الشراء. أما أسعار الشاشات أحبائي لمختلف الأحجام فهي كالتالي: لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وأيضا إذا حبيت تتواصلون معنا بإمكانكم التواصل معنا بالتعليقات، والأفضل أنه تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو صفحتنا على الانستغرام إذا كان عندكم أي مشكلة أو أي استفسارات أو أي ملاحظات. شاكر لكم حسن الاستماع وحسن المتابعة. أخوكم أبو يوسف. بإمكانكم زيارة قناة أبو يوسف تكنو للاطلاع على المزيد من الفيديوهات الخاصة بشروحات الشاشات وشروحات عن الألعاب وأجهزة الكونسول كذلك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.